فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فاتته الراتبة، السنة الراتبة التي بعد الظهر، فهل له أن يصليها ويقضيها بعد صلاة العصر؟ ما أعلم من هذا ورد أنه يقضيها. النوافل إذا فات وقتها لا تقضى إلا راتبة الفجر، وإلا الوتر هذا يقضى في النهار، ما عدا هذا إذا فات وقتها لا تقضى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.